اتكلمنا في الحلقات السابقة عن نظام الإيجارات في مصر وليس قانون الإيجارات في مصر، نظام الإيجارات في مصر. اتكلمنا في الحلقة الأولى عن بداية هذا النظام وتطوره التاريخي، ثم وصلنا إلى الاشتراكية ورياح الاشتراكية وما أتت به على نظام الإيجارات المصري وقانون الإيجارات المصري، حتى وصلنا إلى يعني خلصنا مشاكلنا السياسية والعسكرية وخلصنا حرب أكتوبر، وجينا لسنة 79 لما صدر قانون الإيجارات المصري. حقيقة كان قانون بيتسم بأنه وضع ضوابط محددة جدا وواضحة جدا جدا للعلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في هذه الفترة. حدد هذا القانون ضوابط زيادة الأجرة الشهرية وضوابط تحديدها لابد أن تكون عن طريق لجان في الأحياء وفي المحافظات، والمراكز المحلية أو الوحدات المحلية هي اللي بتحدد القيمة الإيجارية لكل منطقة. أيضا مدة عقد الإيجار الحقيقة هي اللي كانت المشكلة، لأن مدة عقد الإيجار كانت دائما تتحدد بأقصى مدة، وكان ممكن جدا أن احنا نلاقي عقود إيجار بتقولك مدى الحياة والمدة 100 سنة والمدة 59 و60. يعني الحقيقة كانت مدة عقد الإيجار مفتوحة إلى حد كبير جدا، ولم تترك إلى أهواء أو إلى سياسة العرض والطلب ما بين المالك والمستأجر. ولكن هناك ضوابط لانتهاء العلاقة الإيجارية. ترك المسكن قد يكون من الأسباب يعني إنهاء العلاقة الإيجارية، تكرار عدم سداد الأجرة، ممارسة الأنشطة المخلة بالأداب، استعمال العين أو استغلالها في نشاط يهدد سلامتها أو سلامة العقار، أو إن هو بيخزن فيها مواد شديدة الانفجار أو مواد ملتهبة أو مواد خطرة أو أسلحة، أو يمارس فيها أي نشاط بخلاف ما هي مؤجرة، بخلاف الغرض التي استؤجرت من أجله. بدأ القانون يحدد بعض الضوابط، ينظم بعض الأمور ما بين المالك والمستأجر، ولكن فعلا استقرت إلى حد كبير جدا هذه العلاقة بين الطرفين، وبدأت الميزان يوزن شوية ما بين الطرفين. لكن ما يؤرق المالك في هذه الفترة هو مدة عقد الإيجار، إن العقد الإيجار مدته كبيرة جدا جدا، بيمتد إلى الأب والأم والزوجة والأولاد إن وجدوا، ويمكن كل الأولاد بيمتد لهم عقد الإيجار، بيفضلوا قاعدين. حتى جاء القانون رقم 31 لسنة 1980، 136 لسنة 81، الأمر تغير شوية. القيمة الإيجارية يمكن بدأت بقى في أسلوب فضفاض شوية في تحديد القيمة الإيجارية، أصبح الأمر غير متروك للجان اللي كانت بتحدد الأول القيمة الإيجارية في الأحياء والوحدات المحلية. أصبح الامتداد يقولك لا، الامتداد للابن واحد بس أو لجيل واحد بس من الأبناء، يعني ممكن يمتد للأب أو الأم لو هم قاعدين مع المستأجر الأصلي. أصبح هناك شروط أصلا للامتداد، وهو أن يكون الذي له حق الامتداد من الأب أو الأم أو الزوجة أو الأبناء كان قد أقام إقامة هادئة ومستقرة ومستمرة مدة سنة على الأقل قبل وفاة المستأجر الأصلي. فمش كل الأولاد، لو واحد من الأولاد تزوج أو واحدة من البنات تزوجت في حياة أبيها فلا يمتد إليها عقد الإيجار. فلو فرضنا أن في واحد جوز أولاده كلهم قبل ما يموت، فساعتها العقد لا يمتد إلا للزوجة فقط. طب إذا الزوجة كمان توفاه الله، بتنتهي عقد الإيجار وبتنتهي مدة الإيجار في حالة أن مفيش حد من أولاده كان مقيم أو بينطبق عليه شروط الإيجار، وهو أن يكون كان مقيما إقامة هادئة ومستقرة ومستمرة. في واحد يقولك أنا أبويا كان عيان، أنا أمي كانت عيانة، كنت بقعد معاه، بروح وباجي عليه، كنت بمرضه، أقول له لا، هذا لا ينطبق عليك ولا يعد شرط من شروط امتداد عقد الإيجار. طب ليه الكلام ده؟ لأن الإقامة الهادية والمستقرة والمستمرة أنك تكون عايش في البيت وكأنك واحد من البيت، كأنك لم تتزوج أو كأنك تزوجت في هذا المنزل، مقيم في البيت، هو ده بيتك، ما عندكش غيره. مش معنى كده أنك أنت ما تمتلكش غيره، لا، من حقك أنك تمتلك أي بيت تاني غيره أو يكون عندك مكان تاني، ولكن شرط الإقامة المستقرة والمستمرة أن يكون هذا هو منزلك وكأن أنت ما عندكش بيت تاني غيره، هو ده شرط الامتداد. الحقيقة ظلت العلاقة الإيجارية بهذه الطريقة وعلى هذا المنوال صارت حتى وصلنا إلى القانون 4 لسنة 96. الحقيقة جت الصبغة رأسمالية بحتة
على قانون الإيجارات، النظام الاقتصادي اتغير بالكامل، نظام العلاقات بين الناس اتغير بالكامل، بدأت العلاقة تحكمها علاقة العرض والطلب بين المؤجر والمستأجر. ده اللي احنا بنسميه دلوقتي القانون الجديد، اللي هو بنشوفه لحد النهاردة 6 شهور وسنة وسنتين وبالقيمة الإيجارية التي تتناسب مع المنطقة. يعني المرة الموضوع كله بقى عرض وطلب ما بين المؤجر والمستأجر، لكن ما قبل 4 لسنة 96 ما زالت المشكلة قائمة، وما زالت حتى الآن هناك شقق في مناطق راقية جدا جدا مقفولة على ذمة المستأجر، المستأجر مسافر برا، ابن المؤجر قاعد في شقة أجار جديد مش لاقي يسكن ومش لاقي يقعد، قاعد في مكان لا يتناسب معه أو يعني مكان غير آدمي حسب ظروفه المادية، وفي شقق تانية وأماكن تانية مقفولة لا يستفيد منها أحد. حتى جاء القانون سنة 22 الحقيقة وبدأ التغير، وبدأ التغيير يعني نقدر نقول إن هو تغيير بنسبة 50% على مستوى الدولة كلها، إنه بدأ يتناول الأنشطة الأماكن الغير معدة للسكن التي يمارس فيها نشاط إداري أو نشاط اقتصادي أو نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي. بدأ يقول لك إنه منذ صدور هذا القانون عندك فرصة 5 سنوات إنك أنت تجدد علاقتك أو تعيد علاقتك مع المؤجر. طبعا خلال ال5 سنوات القيمة الإيجارية بتزيد بشكل تدريجي بشكل 20% 35% حتى تصل إلى 35% أقصاها في آخر سنة من ال5 سنوات اللي هي فترة السماح اللي أعطاها المشرع المصري للمستأجر إن هو يفضل قاعد في المكان دوت بشرط إنه يكون غير معدل السكن، يعني الأماكن اللي بتتواجد فيها المكاتب الإدارية ومكاتب المحامين القديمة جدا والاستشارات الهندسية والشركات والتطعيمات والشهر العقاري والتأمينات الاجتماعية اللي هي مأجرة من أصحابها قدامك 5 سنين. بعد ال5 سنين دول يا تشوف مكان يا إما تحكمك العلاقة بين المالك بين يا إما تحكم العلاقة علاقة العرض والطلب بين المالك والمستأجر. يعني أنت بتعيد توفيق أوضاعك مرة أخرى مع المالك، وساعتها بتأجر هذا المكان بسعر اليوم. بعد ال5 سنين دول ما ينتهوا بتبتدي انك انت تأجر هذا المكان بسعر اليوم، او ان العلاقة الإيجارية تعتبر انتهت بقوة القانون بعد ال5 سنوات، ويستطيع المالك ان هو يرفع دعوة مستعجلة بانتهاء عقد الإيجار، وبكده بتنتهي علاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، وبيعود الملك مرة أخرى ويبتدي ان هو يستفيد منه ويبتدي يأجر زي ما قلنا بسعر اليوم، وتبتدي فعلا يكون في استفادة، لأنه من غير المعقول ان يكون في مشروع تجاري أو مشروع صناعي أو حرفي أو ما إلى ذلك يمارس في مكان الأجرة بتاعته 3 جنيه و10 جنيه و100 جنيه و50 و500. يعني طبعا يعني ده موضوع في منتهى الصعوبة ويعتبر ظلم كبير جدا في ظل هذه الظروف اللي احنا بنمر بيها دلوقتي، وفي ظل هذا التغير اللي وصل له الحقيقة المجتمع المصري والنظام السياسي والاقتصادي المصري. مش عايزين أبدا نظلم الأنظمة السياسية اللي فاتت، مش عايزين نظلم دولة 52 ولا دولة 81 ولا دولة 2013. التغيير في حياة الناس أو التغيير المتعلق بحياة الناس واستقرارهم شيء صعب جدا وشيء مش سهل أبدا، وإلا في النهاية هنلاقي فيه عشرات ومئات ويمكن آلاف الأسر مرمية في الشارع ملهمش مأوى، وده شيء طبعا لا يقبله لا الشرع ولا القانون ولا يقبله أي شيء. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.